أعضاء بشرية، قفص صدري، أسنان، عظام، صاروخ كهربي، أواني كتير، قطع لحم موجودة في الفريزر. جريمة لا يمكن لأي إنسان إنه يتخيلها. أهلا بيكم في المحاكمة. اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات برنامج المحاكمه. انا ربيع فرج المحامي. في برنامج المحاكمه بنتناول وبنناقش كتير من الجرائم والقضايا والحوادث بهدف الاستفاده من اخطاء الاخرين. من فتره صغيره الدنيا كانت مقلوبه على جريمه تعتبر من افظع الجرائم اللي موجوده على كوكب الارض، ارتكبها محامي في حق عيلته. النهارده هنتناول مع بعض اعترافات المتهم، والاعترافات اللي أكتر شيء محير فيها هو التفاصيل والثبات الانفعالي اللي عمله المتهم في عيلته، في أمه وأخته وأخوه على مدار 3 أيام متواصلة في وجود أهل البلد كلهم. الأغرب الثبات الانفعالي وقت ما اتقبض عليه وقت التحقيقات أمام النيابة. طبعا كلنا عاصرنا فصول الجريمة الرهيبة جدا اللي ابتدت في عزبة اسمها عزبة رستم في مركز قطور في محافظة الغربية، لما احد الجيران كان قاعد قدام بيته اسمه ياسر وبيقول: هو انا شامم ريحة مش كويسة يا اولاد؟ الريحة دي شمينها معايا ولا لا؟ فقالوا له: اه والله في ريحة مش كويسة، في ريحة لحمة بتتشوي، في ريحة دخان مش طبيعي. الدخان والريحة دي جاية منين؟ فراحوا على طول لبيت المحامي اللي ساكن جنبهم، اللي عايش مع أم أخته وأخوه من بعد رحيل أبوه. نادوا عليه وسألوه: هو في إيه عندك؟ قال لهم: لا مفيش، ده شوية زبالة وأنا مولع فيهم في الزريبة. خلاص سابوه، بس قلوبهم ما كانتش مطمنة، الكلام مش مقنع، الريحة مش طبيعية على مدار 3 أيام. فاتصلوا بابن عمه وقالوا له: تعالى شوف قريبك عامل مصيبة في البيت ولا عامل ايه. جه ابن عمه دخل البيت، كانت المصيبة بالنسبة له لما راجل يقع مغمى عليه مغشيا عليه في وسط صالة البيت. لما دخل وشاف منظر الله يكون في عونه، شاف اكتر من حلة من اناء فيهم بقايا دم، وفي صاروخ كهربائي عليه بقايا دم، وفي سكاكين عليها دم، في إناء من الأواني فيه أسنان بشرية، وفيه قطع من الراس من راس بشرية، وقطع من قفص صدري. في التلاجة كان موجود قطع لحم بشري موجودة في الفريزر ومجمدة. الراجل بيقع مغمى عليه، بيفوق، بيطلع جري بسرعة، بينادي الجيران: ياسر الحقني. الستات بتدخل طبعا، صويت رهيب جدا. في الوقت اللي كان فيه الجاني محمد المحامي كان رايح يشتري ازازه حاجه ساقعه وياكل بسكويت، وجاي من بره سمع الصويت جاي من البيت، جري هرب لانه ادرك ان الجريمه اتكشفت. يومين اتنين بالظبط وبيتم القبض عليه، وبتكون اعترافاته زي ما هقول لحضراتكم. اعترافاته بتقول انه كان في مشاكل كتيره ما بين، قبل ما اقول اعترافاته، الجيران بيأكدوا انه كان دائم الخلافات مع امه واخواته، وكان بيضربهم وكان بيعنفهم وكان سلوكه سيء كتير معاهم. بيقول انه في خلافات ما بيني وما بين امي واختي، امه عندها 60 سنة، في حدود 60 سنة، والاخت في 30، والاخ هو الاصغر بالنسبة له. فبيقول ان كان في خلافات ما بينهم على الميراث، ما كانوش راضيين يدوني حقي ويدوني اللي انا عايزه. كلامه مش دقيق لان لم يثبت الكلام ده، ولكن ما ثبت انه كان في خلافات كتير ما بينه وما بين ام واخته واخوه، والخلافات دي كانت بتنتهي بالتعدي وبالشتم وبالسب في حقه. بيقول يوم من الايام اتخانقت معاهم، قبل الحادثه طبعا بيومين، اتخانقت معاهم خناقه كبيره جدا، انفعلت فرحت جبت سكينه وبدات ادور الضرب فيهم. قتل في الأول الأم، تخيلوا، وبعدين قتل الأخ، وبعدين قتل الأخت. بعد ما موتهم التلاتة بالسلاح الأبيض بدم بارد في حالة ثبات انفعالي، وهو بيعمل ده وهو بيحكي عن الجريمة، راح علشان يخفي الجريمة راح جاب صاروخ
كهربي وبدأ يقطع أجساد عيلته التلاتة. قطعهم كلهم وحطهم في أواني كبيرة، وراح اشترى جاز واشترى مية نار، وبدأ ياخد القطع البشرية لعيلته اللي موجودة في الأواني، وكل يوم الصبح ينزل لمدة ساعتين ثلاثة في الزريبة في حظيرة المواشي، ويبتدي يدلق على القطع دي جاز ويولع فيهم. الغريب برضو صعب جدا، كان في قطع من أمه كان بيرميها للكلاب علشان تاكلها. ف يا الله، فضل يعمل الموضوع ده اليوم الأولاني الصبح ساعتين وبالليل ساعتين، تاني يوم ساعتين يحرق أجساد أهله وبالليل ساعتين. في اليوم التالت بدأ الريحة تبقى صعبة جدا متكررة أكتر من مرة، الجيران لاحظوا غياب الأهل، محمد داخل خارج، راح صلى الجمعة، صلى الجمعة، وبيقولوا الناس إنه الجمعة كانت على حرمة الدم وحرمة القتل طبعا، وخبط على راسه، واضح إنه كان بيندم وبشكل ملحوظ للكل، وبدأ بعد كده ينزل يروح يشتري سماد للأرض، وبينزل القرية القريبة منهم، راح اشترى أكياس واشترى مواد حرقة اللي هو الجاز، وكان بيدخل ويخرج على البيت عادي، وكان بيروح يصلي لغاية ما حصل المشهد اللي بقول لحضراتكم عليه، لما ابن العم دخل ولقى بقايا زي ما قلت لحضراتكم القطع البشرية الموجودة. على طول استدعوا القوات الأمن طبعا، دخلوا بسرعة لمكان الجريمة، وبيقولوا ان هم لقوا فعلا السلاح الأبيض والصاروخ والأواني دي كلها، ولقوا قطع متقطعة بعناية، أكبر قطعة موجودة لا تتعدى 20 سنتي. طبعا كانت كمية قليلة جدا اللي كانت موجودة في التلاجة في الفريزر، وكان قطع من العظام موجودة في وسط كومة قش مهشمة، وكان في قطع من القفص الصدري من الواضح انه الكلاب اكلت منها اللي كانت موجودة في حظيرة المواشي زي ما ورد من معلومات. بيهرب الجاني، وبعد يومين بالظبط مشكورين رجال الامن على جهدهم، وبيتم القبض عليه وبيتم استجوابه امام النيابة، علشان اقول لحضراتكم اقواله اللي قالها امام النيابة. بيتم طبعا عرضه على مستشفى الامراض النفسية والعصبية في منطقة العباسية على الوقوف على حالته العقلية طبعا، لانه اللي عمله ده هو شيء يدعو للاندهاش ويدعو للصدمة ويدعو لكل شيء مرعب ممكن الانسان يحس بيه. انا تابعت القضية مع حضراتكم في حلقة من اول ما حصلت الجريمة وتم كشف الجريمة وهروب الجاني. النهاردة الحلقة الثانية في قضية سفاح عزبة رستم، وجبت لحضراتكم اقواله والمرحلة اللي وصل ليها في القضية في مرحلة عرضه على مستشفى الامراض النفسية والعصبية. انا من وقت لاخر كل ما يكون هناك معلومات جديدة مثبتة من واقع التحقيقات الرسمية هتلاقوني بقول لحضراتكم، لغاية ما نصل إلى مرحلة الحكم على الجاني في مجموعة الجرائم اللي وجهتها ليه النيابة: القتل، التمثيل بالجثث، الحرق، تهم كلها ربنا سبحانه وتعالى يعافينا صعبة جدا. بشكر حضراتكم في النهاية على طيب المتابعة، وإن شاء الله نلتقي في حلقة جديدة من المحاكمة. دمتم بخير، مع السلامة.